الحجر الصحي دوزناه بحال كاع الناس، دوزناه في واحد التساؤل، في واحد ارتباك، ما كناش عارفين المصير ديالنا فين غاديين. ما كانت مفاجأة عندنا الحجر الصحي بالنسبة للمغاربة كاملين، ولكن يعني من خلال الحجر الصحي استفدنا بزاف ديال الحوايج، منهم نفسيين ومنهم إنسانيين. يعني استفدنا أننا نديرو نشغلو وقتنا في الحوايج اللي مفيدين، الحوايج اللي كانوا ميمكنناش نديروهم مع الضغط ولو ستريس ديال الحياة العادية. كتخليك بعد المرات كتسمح في شي حوايج اللي كيكونوا أساسيين في الحياة، بحال مثلا الكتابة. كانت عندنا الوقت أكثر باش نكتبو، بحال الكوزينة، بحكم انني كنشتغل بزاف وداكشي ما كانش عندي الوقت ندخل الكوزينة. دونك دابا تعلمت اكل جديدة، دونك فوالا كان شر فيه خير. الحجر الصحي داز صعيب علينا بحال المغاربة كاملين، لانه كيف قال سحر ما عارفش ما متوقعش شنو غادي يوقع. بون كنا خايفين لانه الوضع كان ما مفهومش، ما كان وتل الميديا حتى هما كانوا بزاف ديال سوء الفهم، وكانوا بزاف ديال الاشاعات كاذبه، وكان بزاف الحوايج عمروا الناس وعمروا راس المغاربه. مي الحمد لله تجاوزناه، وكنتمنى ان شاء الله الايام ولا هذا العام هذا الجاي يكون يدخل بالخير ان شاء الله على الناس كاملين. الحوايج المزيانه كيف قال سحر هو لقينا راسنا كنهتموا اكثر بالاسره، لقينا راسنا كنعيشوا اكثر وكنديروا حوايج اللي ما كناش كنديروهم نهائيا بحكم الظروف والستريس اللي كنا عايشينه. فوالا الحمد لله قدرنا نكتبوا، قدرنا نتجاوزوا هذاك الشيء بحوايج ايجابيه. كانت عندنا صعيبه، كانت المساله صعيبه بوغ تو المون ماشي غير حنايا، ويعني مع الرغم من ذلك كانوا بعض لي تورناج اللي كانوا باقيين مستمرين يعني. وحنايا الحمد لله كنقولوا الحمد لله على اي حاجه، كنقدروا نعيشوا بالكثير ونعيشوا بالقليل، ويعني تيكونوا تسهيلات، يكونوا بحكم ان هذا وضع سائد على المغرب كامل، تيكون زعما بعض المؤسسات يديروا معك تسهيلات على اساس كورونا والظروف الحاليه، عارفين الناس يعني كيعانيو. دونك فوالا الحمد لله على كل حال. التمثيل هو عشق بالنسبه ليا، وشي حاجه اللي فيا، اللي زعما كنحس براسي فنانه، عندي بزاف ديال المواهب، والحمد لله كنمارس الحاجه اللي كتعجبني. الحمد لله ان المهنه ديالي هو التمثيل، وكذلك الغناء. يعني انا كنحاول ما نسمحش في الغناء، واخا التمثيل كياخذ لي الوقت اكثر بحكم ان الوقت ديال التورناج يكون طويل. داكشي علاش ممكن كتشوفوني في التمثيل اكثر، ولكن كنحاول نكونبونسي ونحاول نخدم حتى للغناء.